السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات CCNA. احنا لسه في تشابتر 2 في الجزء الاول، ودوت كمالة للحلقتين اللي فاتوا عن اللاير 2. كنا وقفنا المرة اللي فاتت ان احنا بنتكلم عن اللاير 2 ادرس، فكنا قلنا ان اللاير 2 ادرس ده حاجة اساسية علشان اقدر اتنطط من هوب تو هوب، اتنطط كده من خطوة خطوة عشان اقدر اوصل في النهاية من الـ end to end destination. وكنا قلنا ان الـ layer 2 address دوت اسمه MAC address، MAC، تمام، MAC address. وقلنا دوت الشكل بتاعه هو بيتكتب hexadecimal، اوكي، وبيتكتب hexadecimal مقسوم نصين، كل رقم في الهكسا ديسيمال دولت 4 بيتس، فدوت في النهاية هتلاقي 12 بيت، 12 في 4 ب 48. أول 24 بيت دولت حاجة اسمها Organizationally Unique Identifier أو OUI، ودولت بيبقوا ثابتين لكل مصنع، يعني سيسكو ليها رقم، هواوي، جينيبر، ديل، مش عارف، اتش بي كده. وبعد كده بيبتدي كل مصنع بقى يوزع أرقام من هنا، فدولت مثلا الارقام بتاعت سيسكو 00602 اف، فالمفروض اي ماك ادرس على اي ايثرنت بورت لسيسكو هتلاقيها 00602 اف. وبعد كده هتيجي على الادرس التاني. طيب الماك ادرس ده المفروض بيبقى محطوط على الروم تشيب بتاعت النيك كارد، فالمفروض انك ما تعرفش تغيره، تمام كده، ولازم يبقى يونيك في وسط الماكات بتاعت العالم كله، يعني اللان كارد بتاعك عليه ماك مش متكرر على اي ايثرنت بورت تانية في العالم كله، تمام كده، ماشي. بيسموه ايه برضو ساعات؟ بيسموه لان ادرس، بيسموه ايثرنت ادرس، بيسموه هاردوير ادرس، بيسموه بيرند ان ادرس، بيسموه فيزيكال ادرس، يونيفرسال ادرس، اور ماك ادرس، تمام كده. طيب خلينا كده ناخد مثال سريع، وهتستغرب من المثال ده بس هفهمه لك دلوقتي. بص كده، ده هتلاقي هنا ادي الماك ادرس بتاع جهازي، ده تابلت، بس دوت الماك ادرس بتاع الوايرلس. هتلخبطنا ليه بقى؟ انت لسه حالا كنت بتقول ان الماك ادرس دوت بتاع الايثرنت، ايه بقى اللي جابه في الوايرلس؟ بص يا سيدي، الايثرنت والواي فاي الاتنين دولت مشتركين في حاجه واحده بس، او في حاجتين، هما الاتنين لان تكنولوجي، طبعا واحد وايرد والتاني وايرلس، والاتنين بيستخدموا الماك ادرس از ادريسنج، الاتنين بيستخدموا الماك ادرس ادريسنج. بس خلي بالك، لو انت عندك لابتوب، اللابتوب بدوت فيه كابل بورت ايثرنت وفيه واي فاي، البورت ليها ماك والواي فاي ليه ماك تاني، البورت ليها ماك والواي فاي ليه ماك تاني، تمام كده. طيب هنا بقى هو بيقول لك حاجة يعني لطيفة انك تعرفها، ان الداتا لينك لاير فعليا هي مقسومة حتتين، اسموها بعد كده حتتين سب لايرز، حتة اسمها لينك لوكال كنترول او لوكال لينك كنترول، وديت شغلتها ان هي تتواصل مع النتورك لاير، ولاير اسمها ماك، وديت شغلتها انها تتواصل مع الفيزيكال. ومن هنا جه اسم الماك ادرس، ان ده الادرس بتاع السب لاير اللي اسمها ماك، تمام كده. الستاندرد بتاع ال LLC هو 802.2، والستاندرد بتاع الماك 802.3، دولت كده مع بعض هما الايثرنت، اوكي ماشي. هنا شويه تعريفات محتاجين نفهمها. ايه هو الماك؟ هي السب لاير بتاعه اللاير 2 اللي بتتعامل مع الفيزيكال لاير، زي ما لسه شارحين في السلايد اللي قبلها. ايه الايثرنت ادرس او النيك ادرس او اللان ادرس؟ اللي هو الفيزيكال
بيسموه فيزيكال ادرس. ليه فيزيكال؟ لانه محروق على الروم بتاعت الجهاز، موجود ما ينفعش يتغير. طبعا في سوفت ويرز بتخلي جهازك يتظاهر على النتورك ان هو ليك ماك مختلف عن الماك بتاعه، لكن الماك الاصلي ستيل محروق او موجود محروق على الروم بتاعت اللان كارد او الوايرلس كارد. اوكي، وزي ما قلنا هو 6 بايتس 48 بت. بيرند ان ادرس ده اللي هو الماك ادرس. يونيكاست ادرس، بص عموما في عندنا 3 انواع من الكوميونيكيشن ده في العموم. في حاجة اسمها يونيكاست كوميونيكيشن. ايه هو اليونيكاست كوميونيكيشن؟ ان واحد بيكلم واحد، انت بتكلم واحد صاحبك في التليفون، فيبقى انت كده يونيكاست كوميونيكيشن. برودكاست كوميونيكيشن، واحد بيكلم كل الناس اللي معاه في اللان، واحد بيكلم كل الناس اللي معاه في اللان. هنفترض ان انت مثلا عشان اقربها لك يعني هتعمل برودكاست جروب على الواتساب وتبعت لكل الكونتاكتس اللي عندك مثلا تقول لهم كل سنه طيبين مثلا بمناسبه العيد. المالتي كاست كوميونيكيشن انك تنقي ناس معينه تبعت لها، فانا هنقي مثلا على جروب العيله بتاعتنا هبعت لهم كل سنه وانتم طيبين، يبقى انا ما بعتش لكل الكونتاكتس، انا بعت لجروب العيله. اوكي طيب، فهنا بيقول لك ايه هو اليونيكاست ادرس؟ هو اي ماك ادرس، انت الماك بتاع جهازك ده يونيكاست. ليه يونيكاست؟ لان اي حد عاوز يكلمك انت شخصيا على المستوى بتاع لير 2 هيبعت لك على الادرس ده. طب البرودكاست ادرس، اي حد عاوز يبعت على لير 2 لكل اللين هيبعت على ادرس معين. الادرس دوت لو اتبعت عليه الترافيك او الداتا او المسج كل الناس هتستقبلها وكل الناس هتسمعها. ايه هو الادرس دوت؟ اللي هو الماك اللي كله افات. تمام، الماك دوت، دي مش اي ديت اف، الماك دوت هو البرودكاست ادرس. المالتي كاست ادرس ان انت هتبعت لجزء وجزء لا. اوكي، في ماكات للمالتي كاست بس ديت حاجه ادفانسد، يعني في رنجات معينه او ارقام معينه يعني في الماكات للمالتي كاست. طيب هنا بيقارن لك مقارنه كده سريعه ما بين الفيزيكال لاير واللاير 2. فبيقول لك اللاير 1 ليميتيشنز واللاير 2 فانكشنز. ليه؟ هو عاوز يبين لك بس في النهايه ان هما الاثنين لازم يكملوا بعض، واحده منهم ما تنفعش لوحدها ما تنفعش. فاللاير 1 كان نوت كوميونيكيت وذ ابر لايرز، ما ينفعش هي تفهم اي بيهات وهي ما بتفهمش حاجه، دي سلكه. اللاير 2 كونكت تو ابر لايرز فيا لوجيكال لينك كنترول، اسمها لوجيكال لينك كنترول مش لوكال لينك كنترول. طيب اللاير 1 كان نوت ايدنتيفاي ديفايسز، لان هي ما بتفهمش ادريسنج، ما بتفهمش اي سوفت وير. اللاير 2 يوزز ادريسنج سكيمز تو ايدنتيفاي ديفايسز. اللاير 1 only recognizes streams of bits، هي بتفهم كهرباء او لايت او مايكروويف او سيجنال بس. اللاير 2 uses frames to organize bits into groups، مش هو بيعمل فريمينج. فريمينج معنى ايه؟ معناها ايه؟ بياخد الداتا اللازله من اللاير 3 يحطها في هيدر وتريلر، ده اسمه فريمينج. اللاير 1 لا، ما بتفهمش الفريمينج ده. اللاير 1 cannot determine the source of the transmission when multiple devices are transmitting، لانه اصلا مش فاهم ادريسنج. لكن اللاير 2 لا، فاهم ادريسنج، فيقدر يعرف ان الجهاز بتاع خالد هو اللي بعت والترافيك ده رايح للجهاز بتاع ابراهيم. تمام كده. طيب هنا بيقول لك بس على الفيلد اللي اسمه طيب اللي احنا كنا شرحناه، ان الرقم 08 او 0800 دوت لو محطوط في المكان بتاع الطيب يبقى دوت بيقول انا الهيدر اللي جاي بعدي اي بي فيرجن 4. لو مكتوب 86DD يبقى اللي بعدي اي بي فيرجن 6. ايه اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6؟ دولت هنعرفهم ان شاء الله قدام. مهم ان هي لاير 3 هيدرز، يعني نوعين مختلفين من الاي بي هات. وهنا بيشرح لك ايه هو الفريم تشيك سيكونس، وقلنا ان هو موجود علشان يعمل ايرور ديتكشن، يديتكت الايرور. لكن لو الايرور حصل بيعمل ايه في الباكت اللي باظت؟ از دروبت.
مش هيصلحها ومش هيبعت للسورس يقول له ابعتها تاني، دي مش شغلانه لاير 2 فعليا، دي شغلانه لاير 4 هناخدها قدام، وبالتحديد التي سي بي في لاير 4. اوكي، ان هو يصلح وهنشوف هو بيصلح ازاي ويقول للترانسميتر ابعتها لي تاني. طيب حاجه برضو بنقابلها كتير في اللان، فرق ما بين حاجه اسمها فول دوبلكس وهاف دوبلكس. فول دوبلكس وهاف دوبلكس، ايه الكوميونيكيشن الفول دوبلكس او الهاف دوبلكس؟ خلينا نبتدي بالهاف اللي هي النص دوبلكس. الهاف دوبلكس ديت معناها لو في جهازين واصلين على بعض، واحد بيتكلم والتاني يسمع، لو ادام اللي على اليمين ده بيتكلم، اللي على الشمال ما ينفعش يتكلم، يسمع بس، ولو اللي على الشمال اتكلم اللي على اليمين يسمع بس. عارف زي ايه؟ زي الوكي توكي مثلا بتاع اللي هو بتاع الشرطه ده، او زي الفويس مثلا نوتس اللي على الواتساب، او زي انا وانت واحنا بنتكلم. لو انا وانت بنتكلم مع بعض في نفس الوقت، لا انت هتسمعني ولا انا هسمعك، لكن لو انا بتكلم وانت بتسمع ده الطبيعي. طب ايه بقى الفول دوبلكس؟ الفول دوبلكس ان الاثنين يقدروا يتكلموا ويبعتوا مع بعض، يعني ده يتكلم ويسمع وده يتكلم ويسمع في نفس الوقت. طبعا ده نتج عن ايه؟ لو انت تفتكر لما اتكلمنا عن اليو تي بي، نتيجه ان بيبعتوا على وايرين ويستقبلوا على وايرين، فعادي يقدروا يبعتوا ويستقبلوا في نفس الوقت. طبعا زمان خالص كانت النتوركس كلها شغاله هاف دوبلكس، فكانت الدنيا بطيئه لان اي حد بيتكلم لازم الباقيين كلهم يقعدوا يسمعوا. لكن دلوقتي احنا شغالين فول دوبلكس، معناها كله بيتكلم ويسمع في نفس الوقت، فالدنيا أسرع بكتير. جميل؟ طيب خلينا كده ناخد مثال عن إزاي، أو مثال إزاي الداتا بتتبعت في الإيثرنت لانز اللي هي موجودة دلوقتي. رقم واحد اللي هي ديت، BC1 builds and sends the original Ethernet frame using its own MAC address as the source address and BC 2 MAC address as the destination address. دولت هنا في نفس اللان مع بعض، خلاص في نفس اللان مع بعض، فدوت لما يجي يبعت الترافيك هيحط نفسه جوه الايثرنت فريم. احنا شفنا ان في فيلد للديستنيشن ادرس وفيلد للسورس ادرس، هيحط بي سي 2 للديستنيشن وبي سي 1 للسورس. طبعا هيحط الماك ادرس بتاعه وبتاع اللي جنبه، وهنفهم ان شاء الله في الشابتر الجاي هيعرف منين الماك بتاع اللي جنبه، بس يعني دي حاجه متقدمه شويه. سويتش 1 اس دبليو 1 دوت ريسيفز اند فوروردز ذا ايثرنت فريم اوت اوف اتس جيج 1 انترفيس شورت فور جيجا بيت انترفيس 01 تو سويتش 1. يعني ايه تو سويتش 2؟ هيجي له الترافيك من هنا، خلينا نغير اللون، هيجي له الترافيك من هنا، يبتدي يبص، انا الماك من الديستنيشن ماك، الديستنيشن ماك 2 اللي هو ايا كان بقى الماك بتاع 2. طب الاثنين دوت مين اللي واصل بمين؟ ده واصل بسويتش 2 اللي واصل عندي بانترفيس اسمه جيجا 0 على 1 او جيجا بيت انترفيس 0 على 1، دي هناخدها ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن السويتشات بالتفصيل. وبعد كده الترافيك، الخطوه بقى رقم 3، الترافيك هيروح على سويتش 2، سويتش 2 يبتدي يبص على الديستنيشن ادرس، ده دوت بي سي 2، بي سي 2 ده واصل عندي على فاست ايثرنت 0 على 2، فاست ايثرنت 0 على 2، يبقى ده طبعا سرعته 100 ميجا عشان قلنا فاست ايثرنت، لكن دوت سرعته 1 جيجا عشان قلنا اسم الانترفيس جيجا بيت ايثرنت. طيب خده يا بي سي 2. بعد كده بي سي 2 ريسيفز ذا فريم، هيستقبل الفريم، ريكوجنايزز ذا ديستنيشن ماك ادرس از اتس اون، يبص على الديستنيشن ماك، ده انا، بالتالي يستقبل الفريم بقى ويبتدي يعمل له بروسيسنج ويبتدي يبص ايه اللي جواه. تمام كده؟ طيب نركز قوي بقى في الحته ديت. يبقى السويتش بيبص على الديستنيشن ماك، بيبص على الديستنيشن ماك بتاع الباكت اللي جايه له، ويشوف الديستنيشن ماك دوت اخرجه من انهي بورت عشان اوصل له، وهي ديت عمليه السويتشنج.
ايه هي تعريف عمليه السويتشنج؟ عمليه السويتشنج معناها استقبل ترافيك من على انترفيس اخرجه على انترفيس تاني. طيب هو احنا بس عمالين نقول انترفيس وبورد، انترفيس وبورد، ايه الكلام دوت؟ عارف انت شفت قبل كده شكل السويتش، وريته لكم في حلقه من الحلقه اللي قبل اللي فاتت، ما كنا بنتكلم عن كابل الايثرنت، في فتحات كده صح، زي الفتحات كده اللي موجوده في راوتر الاي دي اس اللي عندك ديت، اسمها انترفيس او بورد. انترفيس او بورد، الاسمين صح. عاده في السويتشات بنقول كلمه بورد بس مش شرط، عادي تقول انترفيس صح. خلي بالك بقى نقطة مهمة قوي، كلمة بورت اللي أنا بقولها ديت ملهاش أي علاقة بالبورت نمبر اللي أنا قلت لك اللير 4 أدريسنج في حلقات ما كنا بنتكلم عن التي سي بي أي بي. اللير 4 أدريسنج اسمه بورت نمبر، بس البورت بتاعت اللير 4 دي حاجة والبورت بتاعت السويتش دي حاجة تانية خالص، مش أي علاقة ببعض. تمام كده؟ طيب، إيه بقى اللي كان موجود قبل السويتش؟ كان موجود قبل السويتش ديفايس، ده اول ما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم في النتورك، كان موجود ديفايس اسمه هاب. الهاب دوت انا كنت قلته لكم من حلقات برضه التي سي بي اي بي موديل لما كنا بنشرح التوبولوجيز، هو عباره عن ايه؟ عباره عن حته سلكه من جوه، السلكه ديت واصل عليها الثلاثه بي سيز دول كانه بالظبط مشترك كهرباء، حته سلكه. طيب كان دايما بيحصل لنا مشكلة في الهب ده، ايه هي؟ انه لما يجي بي سي يبعت وبي سي تاني قرر انه يبعت زي ايه وبي، الداتا بتاعتهم دي في النهاية عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكتريك كارنت، تيار كهرباء بيخبط في بعضه، يخبط في بعضه يبتدي يشوه شكل بعضه، فالداتا بتاعتهم الاتنين تبوظ. فيجي الترافيك ده لما يجي يوصل مثلا للاري اصلا يوصل له ترافيك بايظ لانه مش فاهم حاجه منه. تمام كده؟ طيب نعمل ايه؟ قالوا الاول إيه الكلام ده؟ الكلام دوت كان بدري خالص اول ما اخترعوا النتورك، يعني الهب دوت لو انت لسه او حتى لو انت اصلا بقالك 10 سنين حتى في النتورك مش هتشوفه، يعني انا شفته مره واحده زمان وانا صغير وما شفتوش حتى من ساعة ما اشتغلت في النتورك، يعني بقى لي حوالي 15 سنة ما شفتوش. اخترعوا بروتوكول، البروتوكول دوت يحاول يقلل المشكلة اللي حصلت ديت. طب معلش هنعرف المشكلة اللي حصلت دي تاني، ان الداتا خبطت في بعضها. خبطت في بعضها معناها ايه؟ ان حصل لها حاجة اسمها كوليجن، تصادم. تصادم، تمام كده؟ خبطوا في بعض. طيب الكوليجن دوت ايه الحل بتاعه؟ اخترع بروتوكول اياميها اسمه كارير سنس مالتيبل اكسس وذ كوليجن ديتكشن او سيزما سي دي. ايه بقى الكلام دوت؟ خلينا كده نمسك الجمله ديت نفصصها. مالتيبل اكسس ده اسم النتورك اصلا، مش النتورك ديت عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز اهو واصل عليه كذا جهاز، يبقى كل الاجهزه ديت عامله مالتيبل اكسس على الهب. تمام كده؟ فعشان كده سميناه مالتيبل اكسس. جميل. طيب ايه بقى اللي بيحصل وبعد كده نفهم العنوان؟ اللي بيحصل ايه؟ انا دلوقتي جهاز عاوز ابعت ترافيك، السي دوت عاوز يبعت ترافيك. طيب سي عاوز يبعت ترافيك يعمل ايه؟ يعمل حاجه اسمها كارير سنس. مش المفروض اي حد بيبعت ترافيك على السلكه ديت كل الناس هتسمعه؟ تمام، المفروض ان كل الناس هتسمعه لان الكهرباء واصله لهم كله. طيب لما كل الناس تسمعه ده، لما يجي يعوز يبعت ترافيك المفروض يفهم، يعمل سينسنج، يحس كده اذا كان في كهرباء على السلك ولا لا. لو في كهرباء على السلك يبقى في حد تاني بيبعت، مفيش كهرباء على السلك يبقى الدنيا فاضيه. جميل. فاول حاجه هو بيعملها ايه؟ بيعمل عملية كارير سنس وعرفنا المالتيبل اكسس. طب ايه بقى الكوليجن ديتكشن؟ هنفترض هنا بقى احنا كنا ايه، حظنا فقر شوية. ازاي؟ في جهازين مع بعض، خلينا كده نشوف. طيب قبل ما ندخل حتة الجهازين مع بعض دي، طيب سي
جه يعمل كوليجن، يعمل سوري كارير سينس، لقى فعلا في داتا او في كهرباء ماشيه على السلك، يعمل ايه؟ يسكت. طب هيسكت لمده قد ايه؟ هياخد رقم راندم، هياخد رقم عشوائي، يعني مثلا هيقول انا هجرب ابعت تاني بعد 500 مللي سكند او بعد 700 مللي سكند او وات ايفر، رقم عشوائي. وبعد الرقم ده، بعد التايمر ده ما يخلص، يبتدي يحاول يشوف تاني الكابل، السلكه ديت عليها كهرباء تاني ولا لا، وهكذا لحد ما يتاكد ان هي ما عليهاش كهرباء، يبتدي يبعت. يبقى ده كده حته الكارير سينس. طيب ماشي، لو ما لقاش بقى كهرباء هيبعت زي ما قلنا. طيب جينا هنا بقى مشكله تانية، ايه اللي حصلت؟ دي وايه جم يعملوا ديتكشن في نفس الوقت، لقوا ان مفيش كهرباء. بص هقول لك انا، هي شبه ايه قوي؟ بص كده، ده طريق سريع عليه عربيات، وفي عربية من هنا عاوزة تطلع كده، وفي عربية من هنا عاوزة تطلع كده. الاتنين دولت وقفوا هنا، العربيتين دولت وقفوا عند أول الطريق وبصوا ما لقوش حد جاي، راحوا الاتنين طالعين بسرعة. مش كده ممكن الاتنين يقوموا خابطين في بعض؟ صح؟ ليه؟ هما ما شافوش بعض، بس شافوا ان الطريق فاضي. ده نفس القصه، دي وايه مش شايفين بعض، جم يعملوا كارير سينس، لقوا اللينك فاضيه، راحوا الاتنين بعتين في نفس الوقت. حصل ايه؟ حصلت ان الداتا بتاعتهم خبطت في بعضها، خبطت في بعضها، حصل كوليجن. الكوليجن بالصدفه حصل عند الجهاز رقم سي، يقوم رقم سي عامل ايه؟ باعت سيجنال كده كهربا معينه بتبقى الامبليتيود بتاعها عالي. السيجنال ديت معناها ايه؟ يا جماعه في كوليجن حصلت على الكابل، في كوليجن حصلت على الكابل. اول ما كل الاجهزه تشوف اللي السيجنال اللي سي بعتها دوت، تقوم عامله ايه؟ كله يوقف بعت، كله يوقف بعت. وبعد كده هو الهب دوت كان بيدخل عن طريق الارضي، يقوم مفرغ الداتا او مفرغ الكهرباء اللي على السلكه دي. طيب المشكلة بقى في ايه؟ ان الاتنين دولت واقفين مستنيين برضو يبعتوا. اول ما الهب يفرغ الداتا او يفرغ الكهرباء اللي على السلكة، الاتنين دولت هيجي تاني يعملوا سنس، يلاقوا السلكة فاضية يبعتوا تاني، واحنا مش هنخلص بقى. فلا، قال لك لا، اول ما يدتكتوا ان في داتا، كل واحد منهم ياخد راندوم تايمر. فكرة انه يبقى راندوم تايمر، راندوم تايمر معناها ان الاثنين صعب قوي ان هم ياخدوا نفس التايمر مع بعض. فبالتالي الدي مثلا لما يجي ياخد راندوم تايمر، هيقول له انت هتجرب تسنس تاني بعد 300 مللي سكند، والاي بعد 400 مللي سكند. خلي بالك هما الاثنين ما بيتكلموش مع بعض، كل واحد بياخد راندوم تايمر لوحده، بس لانه راندوم صعب قوي ان الاثنين يتفقوا على رقم واحد يبقى نفس الرقم بتاعه. تمام؟ فدوت هيجي سنس بعد 300 مللي سكند، يلاقي الدنيا فاضيه يقوم باعت. يجي دوت دوره بعد 400 مللي سكند، اللي هو 100 زياده عن ال 300 بتوع الدي، هيلاقي دي اوريدي بيبعت، يسكت وياخد راندوم تايمر تاني، ولحد ما دي يخلص يبتدي ايه؟ يبعت تاني. يبقى ده كده حته الكوليجن ديتكشن عملوها عن طريق السيجنال اللي سي بعتها ديت، قال يا جماعه حصل هنا كوليجن. تمام كده؟ طيب هو البروتوكول ده بيشتغل فين؟ على الويندوز عند البي سيز. يعني الهب عباره عن سلكه ما بيفهمش حاجه. كل الميكانيزم دوت هتلاقيه على البي سي نفسه. يعني انا بقول لك ايه، البي سي هو اللي بيسنس، والبي سي هو اللي بياخد راندوم تايمر، والبي سي هو اللي بيبعت السيجنال اللي بيسموها جام سيجنال، السيجنال بتاعت الزحمه لما بيحصل كوليجن. كل حاجه على البي سي نفسه، هو اللي بياخد القرارات بنفسه. فالسيزما سي دي دوت بروتوكول شغال على الويندوز نفسه. تمام؟ اوكي. طيب احنا كده تمام. طيب الكلام ده بقى ما بيحصلش ليه على السويتش؟ بص بقى، لما السويتش جم اخترعوه قال لك ايه؟ احنا عندنا ثانية واحدة. قالوا السويتش كانت بقى الالكترونكس ابتدت يعني ايه تبقى حاجة بقى محترمة كده.
فالسويتش عملوه من جوه ان كل بورت فيه عاوزة تكلم بورت هيتفتح ما بينهم الاتنين مع بعض، ماشي، هيتفتح ما بينهم الاتنين مع بعض سكة رايح وسكة جاي، حتى لو نفس البورت عاوز اتكلم بورتين. يعني ازاي؟ يعني دي كمان في هنا سكة رايح وسكة جاي وما لهمش علاقة ببعض، ودوت سكة رايح وسكة جاي وهكذا. طبعا الناس اللي خدت الكترونكس عارفين الترانسميشن جيتس، وعارفين ان الكلام دوت عادي ممكن يحصل في الالكترونكس بسهولة يعني. فبالتالي ما بين كل بورتين على السويتش في خط رايح وخط جاي ثابتين ليهم ديديكيتد، ما فيش حد تاني بيخش عليهم، فبالتالي احتمالية انه يحصل كوليجن معدومة. جميل كده؟ طيب نرجع تاني لي الشرح بتاعنا. ثواني بس عشان هنا بوظت حاجة كده. طيب تصلح الحمد لله. ماشي. فده خلى، بص كده هنا عندي لما كان حصل كوليجن، الكوليجن ده اتأثر على مين؟ أثر على كل دولت. أي ديفايس واصل على هب هيأثر عليه الكوليجن. فظهر عندنا حاجة اسمها كوليجن دومين. إيه هو نطاق التصادم؟ بص كل دولت دي سيز واصلة على هبات، والهبات واصلة ببعضها، انت عارف كأن كل البيسيز ديت واصلة على سلكة واحدة. لو حصل هنا كوليجن في أي حتة هيسمع في النطاق ده بالكامل. يبقى أنا هنا عندي كام كوليجن دومين؟ واحد. طيب ماشي، هنا بيعرفك تاني الفرق بين الفول دوبلكس والهاف دوبلكس، يعني خلاص مش محتاجين. طيب لو أنا بقى عندي سويتش، بص لو أنا عندي سويتش كل بورت في السويتش كوليجن دومين لوحدها. يعني ايه؟ يعني بورت السويتش دي كده كوليجن دومين لوحدها، وبورت السويتش دي كوليجن دومين، وبورت السويتش دي كوليجن دومين. يعني ممكن يكون عندي بورت السويتش ديت يحصل عليها كوليجن بفرض، تمام؟ لو حصل عليها كوليجن، الكوليجن هيقف عند السويتش، السويتش ما بينقلش السيجنال البايظه. اوكي؟ فبالتالي لو انا عندي سويتش واصل عليه 3 بيسيز كده، يبقى انا عندي كام كوليجن دومين؟ 3 كوليجن دومينز. طيب دايما الكوليجن كان بيحصل فين؟ في حاله الهاف دوبلكس، لان الفول دوبلكس في سلكه رايح وسلكه جاي، فاصلا صعب قوي ان الداتا تخبط في بعضها، مش هتحصل. لكن الهاف دوبلكس نفس السلكه رايح وجاي، فممكن ده يبعت وده يبعت يخبطوا في بعض. طبعا السويتش يقدر يشتغل هاف دوبلكس لو هيوصل عليه هب، لكن في الطبيعي السويتش بيشتغل فول دوبلكس وما عليهوش اي كوليجن. طب ايفن لو حصل كوليجن في الحته ديت، ده كده وان كوليجن دومين. ليه؟ لان ادي بورت سويتش واصل عليها هب، كل ديت كوليجن دومين، وده وان كوليجن دومين، وده وان كوليجن دومين، وده وان كوليجن دومين. يبقى انا عندي في الرسمه ديت 4 كوليجن دومينز. تمام كده يا شباب؟ طيب الحمد لله كده التشابتر ده خلص على خير. شكرا جدا ليكم، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه ريفيو على الشابتر دوت. ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه، لايك وشير للفيديوهات، وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك الفيديوهات على طول. شكرا جدا، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.